سيدات مبدعات أكيد مشاهدينا بالحديث عن مشاركة أسود الأطلس في مونديال قطر 2022. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا أكيد من المغرب السيدة ناهد رشاد لايف كوتش. أهلا وسهلا ناهد. أهلا بك، صباح الخير وحياك الله أكيد في بلدكم الثانية قطر. ربي يخليك، غزالة البلد غزالة. الحمد لله. طيب ناهد، أول مرة تزوري الدوحة؟ أول مرة في حياتي. أو كم صار لك في الدوحة؟ أسبوع. أسبوع. جيت على ود الماتش ديال المغرب. مني فازوا عاود غيرت تذاكر ديال الطياره وغيرت كل شيء وجلست. حلو حلو، يعني مددتي مش مددت. ما راح تمشي من الدوحه لحد ان شاء الله ما تاخذوا الكاس تمشوا معاهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. طيب ناهد، انت لايف كوتش، يعني تشرح شوي للمشاهدين ربما عن اللايف كوتش، شو اللي فعلا كيف ممكن يساعد الأشخاص في حياتهم اليومية، كيف ممكن يستمروا في حياة صحية صحية عقلية ليست فقط بدنية، يعني تحدثي لنا عن هذا الموضوع. الناس اللي كيكونوا مش كويسين مرض كيمشيو يشوفوا الطبيب. الكوتشينغ لا، ما يلزمكش يكون عندك مشاكل، ما يلزمكش يكون عندك صعوبات باش تمشي تشوف لايف او لا بيزنس كوتش، يمكن لك تكون كويس وعلى احسن ما يرام. بالحق الوضعيه ديالك بغيتي تحسنها اكثر. علاش؟ حيت حنا عندنا قابليات، عندنا طاقات، عندنا اجهزه اللي هي عقليه، بعض المرات ما كنصلحوهاش وما كنستعملوهاش حيت ما عرفناش كيفاش، ما عندناش الطريقه نوظفها، ما عرفناش نوظفها ولا ما عرفناش نوصلوا ليها. ملي كنمشيو نشوفوا شي كوتش لايف كوتش او بيزنس كوتش كيساعدك باش كتعاودي تسترجعي الطاقه ديالك، كتعاودي تسترجعي الانرجي ديالك، كتعاودي تسترجعي الموتيفيشن. قهوتنا غزاله القهوه ما شاء الله بالصحه والراحه. كتسترجعي الباشن ديالك، واهم شيء بيساعدك تكون عندك فيجن، رؤيه على البعد القصير المتوسط والبعيد، حيت اللي ما عنده رؤيه هو ميت وما بيعرف بانه ميت. حيت بتصير كل صباح كتفيق شنو غندير الله اعلم، شو بدي اعمل الله اعلم، يعني شنو يعني تحقيق أعلم. اهداف انك انت توصل لهدف معين او لنجاح معين او تحقق لك حلم معين عن طريق يعني الخطه اللي انتم تقومون فيها، صحيح؟ الفيجن مهمه بزاف، والاهداف شنو الاهداف ديالك. احنا دابا في ديسمبر، بزاف ديال الناس كيجيو وكيديروا الخلاصه ديال 2022 وكيقول لك يا ريت انا حطيت هكا ديال الاهداف وما وصلتش ليهم، واليوم انا بائس حيت حاس براسي ما تفوقتش. ولكن علاش ما تفوقتيش؟ كي كانت الرؤيه ديالك، يعني هل انت حققت اهدافك ولا لا تقصدي؟ إيه، ولا ما حققتيهمش علاش؟ ماشي حيت ماشي ما قادش ما عندكش القدره، لا، غير ميبي كان عندك شي اهداف صغار اللي لزموا منك طاقة صغيرة وما سعيت فيهم. فوالا، ملي كتكون عندك اللي هي الأهداف كبار بحال اللي كتستوعب طاقة كبيرة. بحال أنا نعطيكم مثال، غنقولوا شي واحد اللي غادي يجري ماغاطون، اللي يشارك يحب يجري في الماراثون 42 كيلومتر، الطاقة اللي غادي يكون غادي يبدلها والجهد اللي غادي غادي يبدلو والتدريب اللي غادي يديرو، ماشي بحال شي واحد إلا جيتي وقلت له أنت شتي في 2022 غتجري غير جوج كيلومترات. نعم، ماشي بحال بحال. نعم، المشجع المغربي للمشجع العربي الأفريقي كذلك، فأعتقد أن المدرب وليد الرقراقي عرف كيف يدير هذه المباريات ويوصل المنتخب المغربي إلى ما احنا عليه الآن. وليد الرقراقي ما شاء الله عليه عنده جوج كفاءات، اول حاجه كوتش ديال الرياضه، ولكن مدرب في الرياضه، ولكن مدرب في التنميه الذاتيه، حيت دار شي حوايج للاخرين الاخرين ما داروهمش. ما بيناتهم اشنو؟ اول حاجه قال لهم اجي الله يخليكم الفريق الوطني المغربي، اجي نقول لكم شي حاجه، حنا ديما كنا كنبغيو نشاركوا غير باش نشاركوا، دابا ما غاديش نشاركوا باش غنشاركوا، غندخلوا ان شاء الله باذن الله هدف معين غنمشيو الى اخر المطاف اللي هي لاكوب دي موند. والله كفو عليك. دونك ملي كتكون واحد استراتيجيه بحال هكا وكتجي كتنظم
الفريق ديالك حول هاد استراتيجية وحول هاد الرؤية البعيدة. دوك ملي كيدخل الفريق الوطني ما داخلش غادي يشارك أكيد، ما داخلش غادي يلعب يمكن ماتش أو جوج وهلا نروح للبلاد، لا داخل خاصني عندي آل متبارة، خاص تكون عندي الحماس وخاص تكون عندي اجتهاد. هذه هي الاستراتيجية الأولانية اللي بدأ بها، قال لهم احنا ما هنمشيوش. وكذلك يعني لا ننسى لعيبة المنتخب المغربي، يعني هم ما شاء الله تبارك الرحمن قدروا أنهم تحملوا المسؤولية، لعيبة محترفين في نوادي أوروبية وعندهم يعني القدرة على أنهم يقارعون هذه الدول الأوروبية وبالتالي أنهم يفوزون عليهم. يعني إحنا ما نتكلم على في مثل يقول يد واحدة ما تصفق، يدين لازم هنا من جانب المدرب وكذلك من جانب آخر اللي هم اللعيبة المميزين الأمانة. إيه معلوم، راه كاينه حاجه واحده اخرى اللي دار استراتيجيه الثانيه اللي هي سميتها لا لوا بيغماليون، لي في بيغماليون. شنو هو في هارفارد؟ انا قريت في هارفارد كاينو عندهم واحد لو سونتر ديال ريشيرش ريشيرش ديفلوبمون، وخداو التلاميذ عندهم كيو اي واحد لو تيست داروا لهم عندهم 100 و100، وجابوا الاساتذه وقالوا لهم اجي غنديروا تجربه بحق ما قالوا لهمش الاساتذه عندكم تجربه، قالوا غناخذوا هذه الفئه وخذوا الاساتذه قالوا لهم هاد الناس هاد التلاميذ مش كويسين مش شاطرين مش بسيطين بسيطين والله يجازيكم كونوا نبغي نضبط مستواهم ضبطوا مستواهم وهيب شويه وإلا سقطوا ما في مشكله. خذوا الفئه الثانيه وقالوا لهم او انتم عطيناكم تلاميذ لا لا كثير شاطرين كثير اذكياء ويلزمكم تكونوا شاطرين. على طول العام هاد الاساتذه كانوا كيهبطوا بالتلاميذ، وهاد الاساتذه واخا كانوا كيعطيوهم تمارين كثير صعاب كانوا كيقولوا لا هذا ويلي انت ساهل عليك هذا انت شاطر انت اكيد رفعوا من سقف الطموحات. فوالا دوك والد الركراكي اشنو دار؟ حيت ملي كتشوف شي شخص هنا وكتحطو هنا اللي هي قله الثقه قله العنايه ما كتامنش به ما كتعطيهش الثقه في راسو هكاك الشخص كيولي كيتعامل بهذيك الطريقه. وإلا حطيتي شي شخص هنا انت واثق من راسك وانت غزال وانت شاطر يمدحه ويعطيه ثقه في نفسه كتولي كتعطي الثقه في الواحد مع مده الوقت كيولي كيامن بهذيك الثقه اللي انت شفتيه بها النهار الاول. وهذه هي استراتيجيه ثانيه اللي دار وليد. الى استوديو صباح المونديال مع السيده نهد. نهد كنا نتكلم قبل ما نروح اكيد لمراسلينا في كل مكان، كنا نتكلم عن ان فعلا الواحد كيف انت ممكن تقنعيه، كيف ممكن فعلا يعني تزيدي من الثقه اللي تزرعيها فيه، ربما تكبري الثقه فيه، تكبري من احلامه، وفعلا هذا الحلم على كثر ما الواحد يتخيله ممكن فعلا يصبح حقيقه ويتحقق. هي من الواحد كيركز على واحد الحلم وكيركز عليه باش شفويا صديق كيقولوا كينطق به معنويا كيحس به منطقيا يصير يقتنع فيه في العقل اللاواعي يتخيلوا يشوفوا الرؤيه في داخل العقل ديالو كيجلبوا بحال الماغنيت بحال العيار مع الثلاجه المغناطيسيه كتحطها صافي يبا لا ميم شوز. هي وانا بزاف ديال الكليان اللي الزبائن اللي خدمت معاهم وصلوا لشي حوايج اللي هما خياليين، وحتى انا وصلت لشي حوايج اللي هما خياليين فريمون خياليين تبارك الله. وهادشي باش ان كيبغي المثابره كيبغي الثقه كيبغي الايمان والسعي فوالا والمثابره. المثابره الواحد شنو اللي كيوقع؟ المشكله الكبيره ديال الانسان كيدير واحد الهدف بعض المرات كيكون كبير متواصل يكسل ما كيوصلش ليه خلاص كيفل يتركو ويمشي يتركو ويمشي لا ما وصلتش ليه معليش نعاود نزيد محاولتين ثلاث مرات الثانيه الثالثه الرابعه. ناهد يمكن اصعب شيء في الحياه تغيير الفكر، فكر شخص من فكر. لا ما وصلتش ليه معليش نعاود نزيد محاولتين ثلاث مرات الثانيه الثالثه الرابعه. ناهد يمكن اصعب شيء في الحياه تغيير الفكر، فكر شخص من فكر الى فكر اخر. ترى والله موضوع مش بسيط، يعني موضوع صعب. فمثل ما قلتي انت الثقه الايمان بالله سبحانه وتعالى وانه دائما يحط في فكره وفي باله انه يوصل الى هدف المؤكد، ولكن تكون عنده العزيمه والاصرار ما يأس. انا شفت واحد الفيديو البارح تاع ابراهيموفيتش
خطيره خطيره جدا. كانوا كيديروا معاه استجواب، هو يقول لهم شوفوا انا عندي رؤيه، ورؤيه كلير ان ماي مايند، باينه واضحه بالالوان وبكل شيء. ثاني شيء واثق من نفسي. ثالث شيء لما احط شي حاجه بروحي وبعقلي انفذها، وانفذها كويسه، وإلا ما كانتش كويسه المره الجايه اضبط نفسي تنفذها كويسه. اخر شيء هذا والله الصامل اللي واخذنا معي. اخر شيء انا واثق من راسي، وانتم كتقولوا انا مش واثق، arrogant بالعربيه arrogant. والله الترجمة اللي بدها متعجرف. انا انتم بتقولوا علي انا متعجف، بان انا اسميها ثقة بالنفس. بس نهد يعني يمكن هذه العزيمة الحلوة مش في كل الناس كلها. صح. يعني الواحد يعود نفسه مثل ما قلت تفضلت، يعني يحط في باله ان الشيء انه يوصل لهدف، انه ما ييأس، يحاول مرة مرتين وثلاث الين يوصل للنجاح اللي هو يبغيه. انا بغيت نعطي واحد الميساج للامهات. حلو. والاباء. حلو. اللي هما كيربيو. والمعلمين والمعلمات كذلك. والمعلمين والمعلمات اللي كيربيو هذا الجيل اللي هو طالع. ماشي، مش معقول الجيل والاولاد من صغر وانت يا غبي يا اللي ما كتفهمش يا عبيط، ومني كبر الواحد الشخص تقول له دابا كن ضابط وكن واثق من راسك. لا، دوك الامهات والاباء والاساتذه خاصهم في المحاوره ديالهم مع الاصغر، التربيه مع الاصغر، يشوفوهم ويعطيوهم الثقه في نفس، واخا الوليد ما عندوش الثقه في راسه. علاش؟ fake it until you make it until you become it. اليوم نقولوا للطفل ما عنده ثقه، لا انت واثق من راسك، وانت ان شاء الله غادي تزبط هذيك الحاجه. ما نحطمو يعني غدا اليوم غدا على طول، من هنا شهر شهرين هيولي طيب. يعني امور راسك ايجابيه لازم الواحد تطلع من الانسان نفسه، يكون يشجع الطرف الاخر انه يوصل لهدفه او لنجاح معين. اليوم عندنا كذلك نجاح مهم بالنسبه للمنتخب المغربي اللي راح يقابل المنتخب الفرنسي طبعا في ضوء مباريات اليوم، ولكن راح نتحدث عن المباريات بشكل عام او مباراه اليوم. مشاهدينا متابعينا الكرام، كذلك المنتخب الفرنسي من المنتخبات القويه طبعا، نشوف معاكم طبعا عن المنتخب الفرنسي. إذن أكيد قبيل ساعات من انطلاق هذه المباراة، الحدث مباراة أسود الأطلس المنتخب المغربي، وأيضا صاحب النسخة السابقة منتخب الديوك الفرنسي. يعني نهد اليوم يوم كبير أكيد، مش بالنسبة فقط للمغاربة، أيضا بالنسبة للفرنسيين كمان وللأوروبيين، يعني أيضا منتخبين كبار حيفوتوا اليوم الملعب، هدفهم أكيد معانقة الكأس الغالية، دخول التاريخ وتسطير التاريخ بهذا الفوز العظيم، خصوصا لمنتخب أسود الأطلس أو حتى للديوك الفرنسي. اليوم إحنا نتكلم معك كلايف كوتش، خلينا كيف فعلا نفكر ربما للاعبين الديوك الفرنسي، كيف ممكن يفكروا، وأيضا للمنتخب المغربي كيف فعلا يركزوا على شو بالضبط؟ المغاربة والعرب والأفارقة والناس كلهم اللي كيشجعوا الفريق الوطني المغربي وكيتمناو إن شاء الله هذيك لاكوب تكون في نصيبنا، اللي بغيت نقول العقل ديالنا ما كيقدرش يركز على النيجاتيف اللي هي لا، ما يركز على السلبية، ما يركز يعني أعطينا مثال يعني بس عشان الناس تفهم. ألو غنطلب منكم تسدوا عيوناتكم بجوج، سكر عيونك، سكر عيونك، سكر عيونك، حتى الناس اللي كيتسنطونا يسكروا عيونهم. طيب وغنطلب منكم الله يجازيكم ما تفكروا في فيل أصفر عنده أذنين أخضر. أيوة. ما تفكروا فيه، نسكر عيوننا الحين، سكر عيونك ولا لا تفكر فيه. طيب. لا تفكر فيه. أوكي. الله يجازيك، لا تفكر فيه، لا تفكر في الأصفر عنده أذنين أخضر. يلا حلوا العوينات، افتح صار عيونك، فكرنا فيه. إيه؟ لأنك أنت خلتينا نركز عليه، لا تفكر فيه، العقل اللاواعي دايركت يروح لي اللي هو الممنوع. الممنوع. العقل ما كيفهمش ما يلزمنيش ناخذ وزن، كتاخذ وزن، ما يلزمنيش اليوم نبقى فايقه، كتبقى فايق. دونك الواحد يتعلم في الالفاظ ديالو اللي كيتنطقوا كتجلبوا. ولا بغيتي شي حاجه تنطق بها بالايجابي ماشي بالنيجاتيف. حلو، يعني شو نقول بدل ما نقول احنا ما رح نخسر. عاود ما رح نخسر، لا، احنا غنتفوقوا،
احنا غادي نربحوا وغنعاونوا بجوج الحوايج، الدعاء الدعاء، حيت الله سبحانه وتعالى كيبغي العبد الملحاح. الا حنا جوج الملايير ديال الناس هازين ايدينا وكندعيو، هذه انجاز خطير. والثاني لا فيزواليزيشن، انا حطيت بالموقع الانستغرام ديالي والسوشيال ميديا فيديو درناها اللي حاطين فيها اخر المطاف للفريق الوطني بالكاس حامل الكاس، حيت الحاجه اللي نبغيها نفكر فيها، لا الحاجه اللي كتشوفها واللي كتخيلها واللي كتقترحها على اللاوعي ديالك هي اللي تصير، ماشي من الصعب بالساهل يقدر يجلبها لك. دونك ملي كتلفريق بحال دابا كاع الناس المدعمين كيتخيلوا بما وصلنا لاخر المطاف بالكاس، كنعاونوهم بالطاقه. شنو اللي ربح اوسي في الملعب الفريق الوطني؟ الطاقه ديال الجمهور، حيت ملي كيكونوا كيلعبوا ما سير سير صح. سير هذيك سير فيها طاقة إيجابية اللي كتهز بالفريق الوطني ومؤازرة طبعا. نعم طيب، يعني نقول احنا إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب المغربي، ولكن إن شاء الله. المنتخب الفرنسي للأمانة لا يستهان فيه، المنتخب الفرنسي هو بطل النسخة اللي راحت يعني 2018، وعندهم عناصر مميزة مثل ما المنتخب المغربي عندهم عناصر مميزة، ولكن إن شاء الله أن احنا نقول قادرين الإيمان أن يحققون الإنجاز هذا بالإيمان. نعم والنية. مثل ما تفضلتي النية نديروا النية وطبعا بالأمور الإيجابية طبعا بالتأكيد والتركد ويعني المؤازرة في ملعب كرة القدم. نشوف معكم مشاهدينا المنتخب الفرنسي التشكيلة المثالية طبعا في هذا التقرير. فرنسا أو المغرب منتخبات لا يستهان فيها، أي حد من الثلاثة هذه المنتخبات قادر أنه يشل الكاس أو أنه يظفر بنسخة مونديال قطر 2022. يعني لو تحدثنا اليوم فيها، أي حد من الثلاثة هذه المنتخبات قادر أنه يشل الكاس أو أنه يظفر بنسخة مونديال قطر 2022. يعني لو تحدثنا اليوم عن المباراة بشكل عام، راح تحضرين اليوم المباراة ناهد؟ أكيد، أنا كنت غادي ندخل هذه 4 أيام وجلست مني الحمد لله. طيب في الملعب إيش راح تعملون أنتم كجماهير مغربية؟ كيف راح تأزرون يعني منتخبكم في هذه المواجهة القوية طبعا؟ هي مواجهة قوية والحمد لله ربي نصرنا، وعندنا فريق اللي هو ماشي سهل، اللي هو هذه 4 سنين نشد في الظهر إن شاء الله الكأس. مي جوج الحوايج اليوم حنا ككل شنو الشعارات اللي راح تقولونها اليوم؟ الشعارات اللي كنقولوا في السوشيال ميديا مع انفلونسوز وكذا، كنقولوا جوج الحوايج، ندعيوا لهم ممتاز طول المغرب كله يدعي اصلا، غير العرب كلهم، حتى انتم بغيتكم تدعيوا ماشي غير المغرب كلنا، دعوات حيت الدعوات كيوصلوا. وثاني حاجه نعاونوهم باش بفيزواليزيشن بوزيتيف، اللي هي كنتخيلوهم واصلين لاخر المطاف. نعم. ان شاء الله باذن الله. انتم تخيلونهم اللعيبه اللي موجودين كذلك لابد انه يكون عندهم هذا الشعور. لا باش كنعاونوهم احنا، الى لاحظتي ما بين الاقوى الجماهير اللي دازوا في هذا الكاس العرب هذا، كاينين بزاف، كاين تارا، كاين لي زارجنتان، كاين السعوديين حتى هما، وكاينين المغاربه. ملي كان الفريق الوطني كياخذ الكره والجمهور كله كيدعم بالغوات وبسير وبشي الفاظ اللي هما غزالين ومعروفين، غير الفريق المضاد كياخذ الكره كيبدا عليه، وهذه طاقه، بغينا ولا ما بغيناش طاقه. صحيح. حيت ملي كدير لشي واحد كيحس بالطاقه اللي كتصيفط ليه. صحيح. يعني قد صارت هذه الامور، يعني يمكن معلوم. ممكن هنا تصيب وممكن هنا لا، العكس. لا بيان سور، ولكن احنا حسينا بما اللاعبين عجباتهم، حيت ملي كان الجمهور، انا كنت حاضره، الجمهور كيهدى شويه كيبداو اللاعبين يلاه يلاه، هما يشجعون الجمهور، كيشجعونا زعما زيدوا غوتوا حيت الغوات ديالكم كيشجعنا احنا يلاه. يعني ناهد ما شاء الله عليك، طاقه ايجابيه تبارك الرحمن، يعني سواء كان في الملاعب على المستوى الاجتماعي، فهذه فكرة حلوة يعني من الضيوف المميزين الأمانة اللي استضافوهم في صباح المونديال. الطاقة الإيجابية جميلة في الحياة كلها، سواء كان في الرياضة أو حتى على المستوى الشخصي والاجتماعي كذلك. شوف، إذا كنتي في الشارع وكيتمشى قدامك شي واحد وهيك عامل كئيب، تبغي كئيب ولا ما عرفتيش واش كئيب ولا لا، مي هي في الجسد ديالو داير هيك، تبغي تمشي تكلم معاه؟ لا. غادي في الشارع وتلاقيتي شي واحد ماشي داير هكا
وفرحان ومبتسم كتبغي تمشي تعرف عليه. ايوا الطاقه ديالك كتقدمك قبل ما تحل فمك. الطاقه اللي عند الواحد كيقدمك للعالم قبل ما تحل الفم ديالك. يعني خلينا شوي نتكلم عن الثقافات وخاصه الثقافه القطرية، ايش عرفتي عنها؟ ايش عرفتي عن مثلا الاكل القطري، عن الاماكن التراثية القطرية؟ ولا شك ان انت صار لك فقط اسبوع واحد واول مرة تزورين قطر، ايش اللي عرفتي عن قطر؟ على اول حاجة ما شاء الله على التنظيم. حلو. هذه هي الاولانية، احنا وصلنا في حدث اللي هو كبير اللي هو كأس العالم. وصلت في المطار متجهزة في عقلي ديال غتكون زحمه وغيكون صداع والهراج والغوات. تبهت داكشي من الدم. المطار ما تاخرت فيه، ماشي ما تاخرناش فيه، وداكشي من الدم وها الصوره وهي البصمه وهي هيك وهيك. يا سلام يا سلام. ايه ما شاء الله ما شاء الله. الله وجيهم طبعا القائمين في الدوله. هكا كان خروج سحب لي عاود الزحمه الطاكسي لا والطرقان ما شاء الله. النظافه حمقتني النظافه، الدنيا كلها نظيفة. بس توضيح لي حمقتني، يعني أنا حبيتها. حبيتها. يا سلام. حمقتني إحنا حبيتها كثير. صحيح. إحنا نهد قاعدين نترجم، عارفة؟ أنا السلطان نترجم. طيب كلت الأكلات القطرية، رحتي سوق واقف، الأماكن التراثية القديمة. سوق واقف. وش اللي يعني الأماكن التراثية شوية؟ ألوغ اللي عجبتني سيتادير كو كنجيو هنا لقطر كنلقاو اماكن اللي هما متحضره واخدينها من الماضي والحاضر. اي مجتمعين كلهم. اي المدن اللي هما متحضرين وداكشي اللي بيلدينغز وداكشي. ولكن في سوق واقف في التراث قابطين في التقاليد، قابطين في العادات ديال البلاد وديال العرب، وهذا كثير زوين. فيه الزرابي والناس والقهوات شي حداشي وشي كيهضر مع شي غزاله غزاله فن. احنا نتكلم عن الفن وعن اكيد جماليه سوق واقف والتراث الاصيل. وفعلا سوق واقف احنا هي اكثر مكان فعلا يقصدوه المشجعين وبالاخص المغاربه. اعتقد من هذه من ضمن الاشياء اللي عندنا المهمه في قطر ناهد، ان في كل بيت قطري هناك مجلس، ويقدر اي شخص يدخل هذا المجلس اللي من برا يستقبل ضيوفه يجلس فيه، يتبادلون الحديث، وكذلك للمناسبات طبعا يكون المجلس هذا موجود للرجال طبعا. حلو. هي احنا عرفناك على بعض ربما من عاداتنا وتقاليدنا، ونتمنى لك اكيد اقامه طيبه ناهد واستمتع بالمباريات، وان شاء الله فالكم الفوز ومربوحه كما تقولوا. هذه هديه بسيطه مقدمه من صباح المونديال. هي الغتره، هي عباره عن غتره على علم المغرب. واو ان شاء الله ان شاء الله شو تكون هديه البورت بونور ان شاء الله. هي تكون فال الفوز. وعلى فكره اغلب الضيوف اللي لبسوها من عندنا وراحوا فيها الملعب منتخبهم فاز. ان شاء الله تو ان شاء الله ان شاء الله فالكم الفوز. واحنا شاكرين وجودك معنا ناهد رشاد لايف كوتش من المغرب. بارك الله فيك. ونتمنى لكم كل التوفيق. شكرا على الطاقه الايجابيه. هذه الطاقه الايجابيه معلوم الطاقه الايجابيه. شكرا على الاستضافه، وفريمون تشرفت اللي عزمتوني على الاميسيون. مرحبا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فالكم الكاس والفوز.